تقول هل جنين المصاب بالكورونا يطلع مشوه الخلقة أو لا يطلع سالم؟ أعزائي نبشركم كل الولادات اللي حصلت من حاملات أو من نساء حاملات مصابات بالكورونا كلهم سالمين على الإطلاق، حتى مشوه واحد ماكو. فتخلي بالكم هذول اللي هسه جابوا، هذول كان عمر الجنين وقت اللي اجى الكورونا 7 أشهر. لكن لا تاخذوها من عندنا راس مال انه الطفل من يكون من يتولد من الان يصير الحمل ما يأذيه. هذا ما حد يدري بيه، لانه كورونا مرض جديد غير مدروس علميا. الطفل الاطفال اللي اجوا هسه هذول متولدين يعني 9 أشهر عمرهم، زين؟ فاذا من اجت الكورونا هذول كان 7-8 أشهر بطن امهم، 7 أشهر ما يتشوهون. لكن لا سمح الله اذا يجي تشوه على الطفل الان تشكل الجنين ماله، يعني في الشهر الاول والثاني والثالث اللي هي اخطر الاشهر، هذا ما اقدر اجاوبك عليه، يعني لان هيك دراسات لحد الان ما حصلت وهيك نتائج لحد الان ما طلعت، انه 3 أشهر ورا 3 أشهر شيء يريد يصير، هذا الله اعلم به. فاولا حاملات لا يقلقن، لانه متعدين الشهر الثالث، المتعدي الشهر الثالث ما عنده مشكلة، فخلوا بالكم مرتاح ولا تتشوشون. ومرة ثانية أعود وأكرر أعزائي أحبائي إخوتي خواتي بناتي أولادي، يدا بيد للقضاء على كورونا الخبيث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.